فيما مضى الهيئة الوطنية لدعم النضالات ومصالب الأطر العليا المعطلة، منهم دكاترة المنصر الذين كانوا يتظاهرون أمام البرلمان في مدينة الرباط. وبكل صراحة وللتاريخ حققنا نتائج مهمة جدا، لأنه في ظل عدة حكومات تم الإدماج المباشر لكافة حامل الشهادات الجامعية سواء الماستر أو الدكتورة في أسلاك الوظيفة العمومية، إلى أن جاءت، وهذا للتاريخ، إلى أن جاءت حكومات أستاذ عبد الإله الكيران وتوقف هذا المسلسل، لأنه كان تضيف المباشر لكل حامل الشهادة العليا من الماستر والدكتورة. وكان يترأس هذه الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة في البداية الأستاذ حسن طارق السفير السابق في تونس، وبعده المرحوم عبد القادر أزريع أمامكم في هذه الصورة، ومن بعد تحملت هذه المسؤولية لدعم الأطر العليا المعطلة وخاصة حامل شهادة الدكتورة. أنا أحيي بكل حرارة وأطلب منكم الوقوف والتصفيق على الإعلام الوطني كل المنابر الإعلامية الوطنية بكل صراحة وللتاريخ كانت دائما حاضرة معكم، وقوتها في دعمي وإرسال صوتكم ورسالتكم لذوي القرار السياسي في البلاد. نعتقد أنه لعبوا أدوار طلائعية ولا زالوا، الحضور ديالهم المكتف اليوم هي رسالة قوية أكثر من وقفة احتجاجية أمام البرلمان. المنابر الإعلامية الوطنية الجادة والتي تناضل بجانبكم اليوم لها دور أساسي في هذه المعادلة، ونعتقد أن لهم تحية منكم ومن كنا ومن كل التنظيمات التي تساند نضالتكم المشروعة في الإدماج بالطبع المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية أو الجامعة المغربية أو مراكز البحث، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار المعطيات الجديدة. اليوم العدالة في المغرب ترتفع، ولكن تتضاعف 3 مرات 4 مرات لدى حاملي شهادة الجامعة وخاصة شهادة الدكتورة. هذا خطير على مجتمع نصف ساكناته شباب، بمعنى الحديث عن التنمية والاستثمار وتطوير المنظومة التعليمية بأي طريقة، في غياب أنه فرض العطالة على حامل شهادة الدكتورة، وهذا ما نعاني منه اليوم. خاصة إذا أخذنا بالاعتبار المعطيات الحقيقية اليوم هي أنه نسبة كبيرة من الأساتذة الجامعيين سيحالون عن التقاعد أو ينتقلون إلى جامعات في القطاع الخاص، بمعنى الجامعة اليوم تتولي فيها واحد الفراغ قاتل، بمعنى راكم كتشوفوا المدرجات أستاذ جامعي ما بين 400-500 ألف طالب وشهادة تعليم. هل هذه هي جودة التعليم؟ ولكن أمامنا بالمقابل عطالة خريجي الجامعات حاملي شهادة الدكتورة كان ممكن البحث لهم في مناصب شغل داخل الجامعات أو البحث العلمي، ولما لا، وهذا مطلبنا كان التعويض عن العطالة إلى حين أن يجدوا مكانا في منصب شغل في الجامعات أو في المؤسسات العمومية. هذا المطلب ديال التعويض خاص، هذا جاري بالعمل في جميع الدول الديمقراطية. الحديث اليوم على ما يسمى بدولة الدولة الاجتماعية، هل هي دولة اجتماعية؟ ونحن أمام شباب عنده أكبر شهادة جامعية في مستوى المعرفة اللي تضيع فيه بلادنا اليوم. الضياع اليوم البلاد هي اللي كتضيع، لأنه اليوم منين عندك حامل شهادة الدكتورة عاطلين عن العمل، هذا خطير على التطور ديال البلاد، على الأمن الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي ديال البلد. لذا نعتقد اليوم أن رسالتنا جميعا للحكومة، بدل البرامج الترقيعية، هذا برنامج فرصة، هذه البرامج كلها لا تفيد شيئا لا البلد لا المعنيين بالأمر. أعتقد اليوم إلا بغينا نشجعوا التعليم ونطوروا بلادنا، راه الدكاترة هم الأسبقية في التوظيف، بدل راه الحديث حتى على الاستثمار، الاستثمارات في القطاع الخاص راه الزبونية والمكتوبية، هذا ولد فلان، هذا بنت فلانة،
اما ابناء الشعب المغربي اللي طوروا تكوينهم وحصلوا على اكبر واعلى شهاده جامعيه نجدهم في الشارع اليوم، راه هذه جريمه ترتكبها الحكومه. لذا نعتقد رسالتنا ورسالتكم وعبر وسائل الاعلام التي نحييها انه الادماج في الجامعات المغربيه في مراكز البحث، خاصة أن الجامعة المغربية كليات المعدرة تفرغهم الأساتذة، إما مشاو للعطالة إما مشاو للقطاع الخاص، ما يمكنش نخليهم التلاميذ. والعدد ديال المقاعد البيداغوجية في الجامعات غادي تكبر بشكل كبير، راه ضعف ثلاثة أربعة المرات. شكون غادي يدرس هذا الشباب ديال اليوم إلا ما تفتحش الباب ديال التشغيل؟ لهذا تحية لكم، ونحن معكم في نضالتكم المشروعة الاجتماعية والإنسانية على أدوي القرار السياسي. التقطوا الإشارة وتحية للدار.